السلام عليكم عزيزتي المشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة وصفات الأحلام. اليوم إن شاء الله حلوة الكوكيز اللذيذة المفضلة لدى الأطفال ولدى الكبار أيضا، مقادير بسيطة وطريقة أبسط. أتمنى أن تنال إعجابكم، تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير. بسم الله نبدأ على بركة الله المقادير. سنحتاج لتحضير الكوكيز إلى شوكولاتة الكوكيز، نحتاج حوالي 100 غرام شوكولاتة الكوكيز، خميرة كيماوية واحدة من نوع 300 غرام، فانيلا، قليل من الملح، ملعقة صغيرة بودرة الكاكاو، 100 غرام من الزبدة، بيضتين، 150 ملل من الزيت ما يعادل كأس العنبة، وكأس العنبة من حبيبة السكر ما يعادل 150 غرام. وسنحتاج للدقيق حسب العجين. سنبدأ في الطريقة. أولا سنضع حبات قليل من الملح، فانيليا، سكر كأس من السكر حبيبات، والزبدة بدرجة حرارة المطبخ. سأخلط الكل بهذا الشكل. الآن سأضيف بيضتين وأحرك الكل جيدا، طبعا حتى تذوب حبيبات السكر. بعد أن ذابت حبيبة السكر سأضيف كأس من الزيت وملعقة صغيرة من الكاكاو. أخلط الكل جيدا. الآن سأضيف الدقيق شيئا فشيئا، خميرة كيماوية ما يعادل 8 غرام، حبيبات شوكولاتة. سأخلط على هذا الشكل حتى نحصل على عجين متماسك. هذا هو شكل العجين بعد أن انتهيت. الآن سأنتقل للمرحلة الموالية. الآن سأحتاج إلى قطعتين من البلاستيك، مدلك، القليل من الدقيق الأبيض. سأضع فيه العجين في البلاستيك بهذا الشكل. الآن سأزيل البلاستيك، سأضع القليل من الدقيق على هذا الشكل، ثم أقوم بقلب البلاستيك هكذا. الآن سأحتاج إلى طابع دائري على هذا الشكل، أضع الطابع في الدقيق ثم أقوم بصنع دوائر كوكيز. طبعا الشكل الاختياري الكوكيز، ولكن هذا هو الشكل المألوف أو المتعارف عليه في الكوكيز. كما ترون أصفف حبات الكوكيز في صينية مدهونة بالزيت. بعد أن انتهينا من تصفيف حبات الكوكيز في صينية الفرن، سأدخلها الفرن بدرجة حرارة متوسطة حتى تنضج. وهذا هو الشكل النهائي لحلوة اليوم، حلوة الكوكيز اللذيذة. أتمنى أن تجربوها لأطفالكم. إلى عجبكم فيديو ديال اليوم، ديروا لايك للفيديو، بارطاجيو على الأصدقاء ديالكم، تابوناو في لاشين، وما تنساوش تشاركوا الصفحة ديالنا في فيسبوك. السلام عليكم.